شيف شادي، عرفت مؤخرا معلومة سرية عنك انك رح تنقل بيتك، بس الاكثر من هيك دايما بقول لك خليك على الارض استاذ. مش معقول تحط من الاوتوستراد من تحت العجلتون لفوق فلاشات ريزيدانس شيف شادي زيتون. لا عن جد اتصور قبل انت طالع من جعيتها تبلش تشوف منزل الشيف شادي زيتوني المحترم الشهير الكبير. كيف بدي وقت بتعمل اكسيدانات شيف؟ مجرد قراءة اسمك يعني حاول انه معلش اللي جاي لعندك يستدل على التليفون. طيب بدي اقول بس شغلة اليوم، ناطركم او ناطركم بعد شوي بدنا نعمل سوا سلاد بتطوش من الباستا، ورح نعمل كبة اليوم بالبرغل الاسمر الناعم محشية بالجبنة والخضرة. شو مرة أكلتها يا جوزيف؟ إيه هذيك مرة، هذيك مرة كمان لا. عملت كبة محشية جبنة أنا شي ولا أطيب أكلناها. من هيك وأكلناها سوا. اليوم رح أعملها خضرة وجبنة بس بطريقة الصينية، يعني بالصينية، ورح كمان نقلي حبتين ثلاثة منهم. كثير منيح. وناطرك وجايب لك معي وردة بيضة. إيه وأنا كمان. بس شيف أيامك طيبة. إيه كتر خير الله. بس بدي أقول شغلة كله حلال. ايه انا بدي اقول شغلي قبل ما نرجع لعندك، انه انا بدي وقف عن جد انه انا ليك اتخانق بقى على الشاشه، لانه عم ياثر كثير على المشاهدين وكميه المشاهدين، عم يقل له كميه المشاهدين عندي. فليش هلا برجع بس تيجي لعندي رح اقول لك ليش عم يقل له المشاهدين. لازم نوقف اكيد محضر لي شي مقلب يعني، بعرف ما بصدقك ولا بكلمه. يا 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 لذيذ انت يعني. كندا واتصالاتكم طبعا مباشره، ورح نحكي عن بعض الاسئله يلي وردتنا بالايميل عن كذا نوع نبته موجوده عندكم وبتحبوا تهتموا فيها. ارض ورد مع كندا. صباح الخير كندا. صباح الخير. انا بقول انه المشاهدين فيهم يتصلوا مباشره، ارقام تليفونات عم تمرق قدامهم على الشاشه، ولكن بنبلش بعض الاسئله يلي وردت معنا بالايميل. هي اول شيء عندهم بتصور اثنين سائلين عن الفوشيا. شو صح. الفوشيا حلقه الست بتعرفها؟ حلقه الست وهي من النباتات يلي قديمه جديده، لانه من زمان كثير كان بتشوفها كثير بالضياع اللبنانيه وبتنزرع. نحن بنعرف تقليديا البيوت اللبنانيه خاصه بالضياع بنشوفها كثير بيزرعوا، كانوا بالتنك بتمد وبتمد بتكبر يعني. فالحلقة الست واحدة من النباتات يلي هي كتير كنا نشوفها من زمان، هلأ عن جديد عم نرجع نشوفها عن جديد. السبب هو انه صار في كتير انواع جديدة من حلقة الست بأحجام مختلفة بألوان مختلفة، وهي دايما الحلو فيها هالزهور يلي بتشوفها مثل الحلق مشنشلة يعني، بتحسها فيها دايما لونين. بتشوف صار في فرايتيز كتير الزهرة. بنفس الزهرة مثل هون عم نشوف من جوا بتبقى على موف، من برا على فوشيا. ودايما في لون الفوشيا يلي هو موجود، مش هيك اسمها فوشيا؟ من العربي معبر اسمها أكتر حلق الست، لأنه كتير هيك بتعطي بتشبه الحلق، وكتير بتعطي انه ايه شي حلو. هيدي الزهرة. السؤال يلي عندي اياه هو عن كيف ممكن انه نزرعها اذا بدها تاخد فسخة هينة انها تشرش ولا لا، وايمتى الوقت المناسب، ومن يعني كيف التفاصيل تبع التشحيل، من وين تقدر تاخدها، عن الراس ولا لا، اذا كان مزهر شو بتعمل. الافضل وقت هو انه ناخد الفسخة من حلق الست، مش هلأ شوي لقدام، وهيدي كتير من النباتات مفضل انه نفسخها بالصيفية مش بالربيع، لانه بتكون صارت ماتشور يعني صارت الناضجة، والتيجة اللي عم تاخدها لحتى تفسخها بتبقى قادرة هلأ يعني بأب بتموز بأب تقريبا بنص أب، وبتكون هيدي العرق يلي عم تاخده صار جاهز انه يعطي شروش مكتمل. نعم. بيقدر انه يعطي شروش. الفوشيا هي واحدة من هالنباتات هيدي، واذا بدنا نفسخها بدنا ناخد راس مش يعني يكون بعده أخضر وطري، وراس يكون منه مزهر. نعم. في الفوشيا مش كل الراس يلي بتعطيه بيكون وراء وبعدين زهرة، لا بتلاقي فيه روس بدون أزهار. هيدا هو اللي لازم انه يتاخد، لانه الزهره دائما بتاخد من غذا هالفسخه وما بتخليها تشرش، فاذا بنختاره يكون أنا اتصال منه مزهر. اتصال. الو صباح الخير. بونجور. تفضلي. في احكي مع مدام كيندا؟ ايه تفضلي ماري. يلا اهلا ماري. مدام كيندا بونجور.
هلا بونجور. في عندي شوكليت اللي بسموها أروندا، عندها ورقة أروما ولا أروندا؟ على شكل قلب. أوكي، حمراء؟ إيه، من شهرين كان عندي بو صغير ونقلت على بو كبير، كنت ماشي وعملت ورق مليح، هلا من جمعتين عم تعطي مثل يابس مثل لون بني على ورقة داير منظار. شو بقدر اعمل؟ حسب معلوماتنا اللي بنعرفها من كندا نقلتيها من بو صغير لبو كبير. ما ايه؟ لازم يكون البو اكبر من 2 سم. ايه على الداير، صح؟ صح، بس قولي لي اول شيء حتى اعرف، عم نحكي عن يلي زهرتها حمراء؟ ايه وعندها هيك بالنص مثل ايه اصفر؟ ايه اوكي اوكي، نقلناها مثل ما قال جوزيف على بو كثير اكبر منها؟ ايه وسقيتيها كثير؟ يمكن. اوكي، هلا في سبب وقت بتكبري البو اللي بيصير هو انه بتبطل تكبر، بتبطل تكبر لانه بيصيروا الشروش هن اللي عم بيمدوا اكثر، بس اذا كان مغيرتي للتراب والتراب كثير عم بيرص ممكن يكون عم بتعفن على الكعب. ايه. التراب يلي حطيتي له اياه هو تراب زراعي ولا شريتي خالص؟ مخلوط. مخلوط؟ راصص كثير؟ نوعيته هيك يعني راصص على بعضه ولا لا؟ اذا راصص على بعضه الافضل انه لا نغير تراب يكون تراب خفيف، لانه الانطوريوم منا من النباتات يلي بتحب المي كثير، تنسقى بدك تنطر عليها وقت يعني خليها تنشف تنرجع نسقيها، واذا ضلت رطبه ممكن انه تعمل هيدا الاسود على التراب. اوكي، يعني بجرب انكش لترابه خلي يفوت هوا عليها، انكشي لترابه واذا فيك نرجع نخففه للتراب، يعني اذا فينا نزد له تورب او حتى نشتري جهز تراب خلطه جاهزه بس تكون خفيفه، نحس انه عم نمسكها بايدنا تكون خفيفه ما تكون راصه على بعضها بيكون افضل. شكرا لك. كمان اتصال معنا سلمى. الو الو سلمى تفضلي، عم نسمعك، اسمعينا من التليفون اذا ممكن. الو مرحبا. يا هلا كندا، عم اسمعك، شو سؤالك؟ بدي احكي مع مدام كندا. نعم. اهلا سلمى، كيفك مدام؟ الحمد لله. انت عندي جوريه اها بس يعني هي كانت من شي شهرين عندي، كان فيها طبق ورد وصار يقع طبق ورا طبق، ففكرت انه بدي يغيره يعني يطلع غيرهم، ولاحظت في مثل الباودر على الاوراق يعني. اوكي، فسالت المشتل قال لي انه هيدا من جبت دواء من عندهم وصرت رشه، هلا مش الحال بس هلا صاروا الاوراق تبعولا عم بيصير في عليهم يعني بيصفروا، بيصير دايرهم كله بني، فما بعرف ليه انه عم تعمل نقط بالنص بني تخفف له مي، ما مش فاهمه يعني ليه. اوكي، بس سؤال، عم تعمل قلتي بودرة لونها على مبيض على رمادة ابيض ولا ما عم بسمع كتير منيح؟ البودرة اللي عم تعملها هي على رمادة ابيض او كيف؟ ابيض. ايه ابيض. إيه، هيدا منه من هون بدنا ننتبه، يعني ما بعرف شو عطا شو اذا قال لك من ولا رمد مثلا. لا قال لي من. قال لك من لانه في كتير فرق بيناتهم، اللي انت وصفتيه هو رمد. رمد بدنا نجيب له دواء، هو فطر منه حشرات، بدنا نجيب له دواء للفطريات يعني المكونات تبعيته بتختلف وهو يلي بيصحح هيدي البودرة. اوكي، فاذا بعد عم ترجع تطلع هيدي البودرة اسألي عن دواء للرمد مش للمن. اوكي، هلا يلي عم بيصير قلتي انه الوراق الجديدة عم تطلع عليها هالاسود ولا يعني تصفر الورقة وبصير هيك مثل عالداير لون البني. اوكي، هيدا الورق الجديد ولا الورق القديم اللي كان موجود؟ لا الورق الموجود. الموجود، فإذا ما صحت النبتة تبعوليك بدنا نجرب إنه نرشها بدواء للرمد، لأنه هيدي تاني مرحلة بتصير، بعد ما يصير في عنا بودرة بصير في عندي هيدا الأصفرة. تراز من جبال، صباح الخير. أهلا تراز، تفضلي كندا عم تسمعك، شو سؤالك مدام؟ كندا في عندي أوركيدي مدام. نعم. ولونها موف من شهر أدار، وكيف بدي انقلها وأي متى بدي عارف. اوكي، ما بقى مزهرة؟ راحوا الزهور؟ لا بعدهم الزهور. اوكي، ما تنقليها وما تدقريها وما تعملي لها شيء.
هيدا افضل نصيحه فيني اعمل لك اياها، لانه الاوركيدي ايام كثير بس ننقلها بنخسرها. اذا كانت الشروش تبعولها قاعدين بقلب البو مش عم بيطلعوا لبرات البو، ما في لزوم انه نغير للبو تبعولها لو كان صغير ما بيأثر. بس تيخلصوا الزهور، التيج يلي هي مزهره تحت الزهرة آخر زهرة فينا نقصها، وهيدا كل شيء بنعمله. آخر زهرة فينا نقصها تحت آخر زهرة مش الراس يعني. أيوة. بس طي يخلص كل العرق. أيوة. تزهيره من قص دغري تحتها. ما سمعت. نتركها بزيت البو عطول. مزبوط بنفس البو، إلا إذا الشروش كتير صاروا طالعين لبرا منكبر شوي مش أكثر من 2 سنتي مثل ما قال جوزيف، والتراب اللي عم نزرع فيه هو نفسه التراب، يعني بده يكون هيدا انشر القشر الصنوبر مش التراب العادي. التراب العادي اكيد اكيد رح يموتها للاوركيدي. اوكي اوكي. بدي اعزك مدام بعد في سؤال. تفضلي. في عندي بلانت كمان هي محمر الورق تبعها. محمر؟ ايه ما بعرف اسمها شو. اوكي. كمان ببو صغير كمان بتركها، هي عم بتعمل راح الاحمر الورق وعم تعمل ورق جديد. محمر يعني هي هيك لونها ولا بها شيء؟ ورقه حمراء. اوكي. مش كلهم من فوق على الراس. هلا راح الاحمر وشو بعمل كمان بتركها؟ ما كتير عم بقدر افهم شو السؤال. انه الاحمر يعني بتنقلها ولا ما بتنقلها يعني؟ ايه بس الاحمر اللي موجود هو هو الورقه بتحمر ولا هو مرض او الورقه بتحمر؟ الورقه بتحمر. بدك تنقليها لبو اكبر؟ ايوه فيي. ليكي عاده ما في عندي مشكل انه ننقل، بس يكون في سبب. يعني اذا حسيتي انه البو ضيق عليها هيدا وقت بنقدر انه ننقل فيه، عادة سيف يعني ما في أي ضرر انه ننقل، بس يكون في موجب. من السوق. أفضل يكون المخلوط، انتبهي مش يكون التورب لحاله، نقول انه خلطة جاهزة مخلوطة. أوكي؟ يلي هي بتبقى فيها غذاء، فيها كل المكونات اللازمة. على السريع رح ناخذ معنا دقيقة بس وحدة، جورج من مخدوشة. صباح الخير جورج، تفضل. يا رو موجور. ايه جورج تفضل، عم نسمعك. بدي اسال عندي زيتون. نعم. عندي زيتون. اوكي. شو بهون؟ عم بسمعك، تفضل سؤالك. ايه دربون عين الطاووس. ايه. اوكي جورج بدي اطلب منك شغله لانه هذا موضوع شوي طويل، ممكن انه ترجع تسمعنا الاسبوع الجاي لحتى اقدر جاوبك؟ أنا كيف ممكن إنه نعالج عين الطاووس، لأنه هيدا المرض الكتير تيبيك يعني الكتير مميز بالنسبة لنا. الأسبوع الجاي نعم؟ الأسبوع الجاي يعني نفس الوقت؟ نفس الوقت الأسبوع القادم يوم الاثنين بنفس الموعد رح تجاوبك على قصة الزيتون وعين الطاووس اللي بتصير الورقة بتتحول إلى عين الطاووس يعني؟ بتصير إيه في عليها مثل نقطة مثل العين، ومش هيك بنسميها عين الطاووس على كل ورقة؟ على كثير من ورق على شجرة الزيتون. وكمان الحبة أيام كثير بتضربها هيدا المرض، في له علاج وله على كل حال سياسة زراعية كاملة من وزارة الزراعة كيف تتعالج. نعم بانتظار جوابك لكان لعين الطاووس بالنسبة للزيتون. لكل المشاهدين وقفة بسيطة وبعدها بنعود للمتابعة نحن وياكم مع ولادي بالدنيا ومع ضيفتنا دكتور بياتريس خاطر دكتور طب عائلي، خليكم